ايش حلو نقول بمجرد الانسان يفيق من النعاس في الصباح ويحل عينيه، اول حاجه خص تخطر في باله هي انه يشكر الله سبحانه وتعالى، لان كل يوم كتعيش في الحياه يعتبر هدية من عند الله. يعني كان من حل عينيه خاصو يفهم بأن الله سبحانه وتعالى زاد له في الحياة، لأنه خاصو يراجع بعض الأمور المشاكل اللي متخبط فيها، والله سبحانه وتعالى كيبغيك انك تراجع هاد المشاكل ديالك وتخرج نفسك من هاد المشكل، وما تضيعش اي فرصه اللي يعطيك الله. يعني اي نهار كيزيدوا في العمر ديالك الا يتسمى فرصه في الحياه انك تصفي المشاكل اللي في الحياه ديالك وتغذي الروح ديالك بمعلومات جديده في هاد الحياه. مع الاسف الشديد بسبب الماديات الناس كتعامى وكتجاهل هاد الامور هادي. اللي كيهم عند الانسان هو انه كيفاش غادي يربح القوت ديالو اليومي، وهذا في بحد ذاته هو مصدر المشاكل ديالنا كلها. كنبقاو ديما تنفكروا كيفاش غادي نربحوا العيش ديالنا، كيفاش غادي نجيبوا القوت ديالنا باي طريقه، اللي كامل وحنا كنمن قبل ما ننعس وقبل ما يدينا نعاس، وهذا هو التفكير ديال اللي كيدورنا غدا شنو خصنا نديرو، كيفاش غادي نربحوا هذه الحياه، ومن غنبدا كيفاش غنفكوا المشاكل. ومن كتحل عيني كتنسى كلشي، كتنسى حتى انك تشكر الله سبحانه وتعالى اللي زاد في عمرك وعطاك نهار اخر باش تعالج فيه المشاكل ديالك، وباش تحس بان اراده الله هي اللي كاينه في هذه الحياه. وخا تعمل اي حاجه اي شيء في الدنيا وكتظن بانه راه مزيان، الله سبحانه وتعالى تيشوفه بمظهر آخر، لأنه يعني يعلم بالغيب، يعلم بالمستقبل. يعني شحال من حاجة كنتمناوها حنايا وكتبان لنا صالحة ونافعة، وكنتسرعوا وكنديروا بكل مجهود باش نحققوا ديك الفكرة اللي طاحت على بالنا، رغم أننا ما عارفينش بأن هذا المشكل، هذه الفكرة هذه يمكن لها تؤدي بنا إلى الهلاك. فلو طلبتي تدخل الله سبحانه وتعالى ودعيتي واعتمدتي عليه وتشاورتي معاه قبل ما تقرر، فالله سبحانه وتعالى بما انه يعلم بكل النتائج اللي يمكن لها تصدر من بعد، فهو غادي يمنعك باي طريقه، غادي يمنعك وغادي يحط قدامك عراقيل وصعوبات باش ما توصلش لهذيك الفكره اللي هي في راسك واللي انت على يقين انها ايجابيه بالنسبه لك انت، لكن الله سبحانه وتعالى كيشوفها انها غادي تكون فيها عواقب وخيمه. لذلك ملي كنت تطلب الله سبحانه وتعالى دائما خاصك تقول لتكن مشيئه الله، لتكن إرادتك يا رب. وملي تقول هذه الكلمة هذه خصك أنك تفهمها مزيان، تخلي الله سبحانه وتعالى يعمل الإرادة ديالو والمشيئة ديالو والطريقة اللي بغاه هو، ماشي بالطريقة اللي بغيتي أنت. حين كتطلب الله سبحانه وتعالى أنه يفكك من واحد المشكلة أو يرزقك شي حاجة اللي كتمنى، فما تطلبوش وما تقولوش كيفاش خصو يدير ولا شنو خصو
شو يعمل؟ يعني الله عارف، عارف كل الأمور اللي كتناسبك واللي كتوافقك. فإذا خليت زمام الأمر بين يدي الله سبحانه وتعالى فهو غادي يعطيك الحل المناسب. وخا أنت كيظهرك صعيب أمرك مثلا باش تبتعد على ديك الطريق، وأنت كديك الطريق متمسك بها لأنك كتآمن بها كتحس بأنها هي صالحة بالنسبة لك أنت، وكيعز عليك يعني كتجيك صعوبة باش تفارق هذاك. ولكن الله سبحانه وتعالى يبغي لك الخير، لذلك كينصحك. أو حتى لما ما نفعش فيك نصائح فهو تيمنعك، يتسبب لك في الكوارث وفي المشاكل وهذه، باش تبتعد على ديك الفكرة اللي هي في الراس ديالك لأنها ماشي في الصالح ديالك. الله سبحانه وتعالى كيعلم بكل حاجة شنو غتكون النهاية ديالها. وهكا إلا أنت طلبتي الله سبحانه وتعالى وقلتي مع نفسك يا ربي تكون المشيئة ديالك وعمل الإرادة ديالك، فأنا كن مطمئن على الله سبحانه وتعالى غادي يبغي لك الخير وغادي يشوف لك الحل المناسب للحياة ديالك، وأنت ما عليك إلا تقبله. وهذا هو الخطأ الكبير اللي كان نرتكبوه، أننا كنطلب الله شي أمور اللي حنا ما فاهمينهاش، اللي حنا ما عالمينش على 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 تفاعل لهاد الأشياء اللي غادي توقع من هنا لقدام. فغرضنا هو أننا نحققوا الأحلام ديالنا والطموحات ديالنا دون ما نخدموا شويه هذا الفكر والوعي. ف ملي كتعرض لنا المشاكل فداك الطموح اللي عندنا كنرفضوا ان كل الاشياء صدرات من قدرات الله سبحانه وتعالى، كنرفضوها يعني ما كنتقبلوش اراده الله. في الوقت اللي كنقولوا يا رب تكون تكون الإرادة ديالك وتكون المشيئة ديالك، ومني كان نطيحوا في شي أشياء ما كناش كننتظروها، ما كناش كنباغينها ولا كنفكروا فيها، فكنشعروا باليأس، كأننا تنشعروا يعني بالخيبة ديال في الدعوات ديالنا مع الله. فأنت ملي كتقول تكون مشيئتك مشيئة ديالك يا ربي، فهنا خصك تكون مطمئن يعني الله ما غادي يعطيك غير الاشياء الصالحه، واخا هو غادي يتعرض لك وغادي يمنعك باي وسيله باش ما توصلش لذاك الهدف اللي انت فيه، لان هو عارف انه ماشي في مصلحتك. لذلك خصك تكون دائما كتقبل الاراده ديال الله سبحانه وتعالى، وتكون على يقين في الوقت اللي تدعي وتصلي وتطلب الله باش يحقق لك واحد الهدف. خلي الله وخلي الإرادة ديالو هي اللي تتصرف ماشي انت، ما تقولوش كيفاش يعمل او شنو كيفاش خصو يوصلك لهذيك. الله سبحانه وتعالى راه هو اللي غادي يرشدك، هو يفتح لك بيبانك ملي تشوف ان الامور طريق سهله وكتوجد يعني الحلول في, في, في اي بلاصه كتحط فيها يديك، عرف راه هذيك راه النتيجه ديال الدعوات ديالك مع الله سبحانه وتعالى. عرف بان الله بغاك توصل لهذيك الحاجه، لذلك هو تيفتح لك البيبان. واخا انت كتبان لك الصعوبات وما يعني كتحس بان الامور غاديه بسهوله، واخا انت كتصورها في مقبل انها صعيبه كتكبر المشكله وكتردها جبل قدامك، لكن الله سبحانه وتعالى الا بغاك توصل لواحد الحاجه جميع العراقيل كتحيد، كل شيء كيولي ممكن. لكن هذا غير ممكن عند الانسان، فعند الله كل شيء ممكن. معناه ان الله هو اللي غادي يساعدك باش توصل لتحقيق الهدف ديالك، ولكن هنا تكون عندك الإرادة والعزيمة القوية والإيمان
بالخالق سبحانه وتعالى. ما كتكون في التعاون ديالك تكون كتآمن بأن الله سبحانه وتعالى يستجب لك فيه، وحتى لما استجبش لك أن هنا ما خصكش يعني تمرد، أنك تقلل من الإيمان ديالك، تضعف من في الإيمان ديالك. لا بالعكس، أي حاجة جات من الله فهي مجرد قوة باش تزيد تواجه هاد المشاكل، حتى ولا انك حققتي الهدف ديالك راه ماشي هي نهاية المشاكل. المشاكل دائما كتجي في حيت كاين الانسان اللي كيتسرع في حل المشاكل كيوقع في مشاكل اخرى بسبب التسرعات ديالو والقرارات الفاشله. ف غالبا ما كنحاولوا نفكوا المشاكل ديالنا بمشاكل اخرى، وكان لان المهم ديالنا حاليا هو اننا نخرج من هاد الضغوطات اللي كنعيشوها باي ثمن، بلا ما نضربوا الحساب للمعامله ديالنا حنا والتفاعل ديالنا والطريقه اللي كنطلبوا بها وكنسعوا من اجلها. لذلك الله سبحانه وتعالى الا وكلتي له، هو الوكيل ديالك، الا وكلتي له الامر ديالك انتهى الامر، انتظر، سير في الحياه ديالك العاديه وخلي الله سبحانه وتعالى هو اللي يعني يعمل المشيئه ديالو والاراده ديالو بالطريقه اللي بغاه هو، لان الطريقه اللي قدمها الله سبحانه وتعالى هي ناجحه 100%، والا ما غاديش يرشدكش ليها، غادي منعك. واخا انت كتقول مع راسك لا انا هذيك الفكره اللي عندي و يعني خاصها تتحقق لانها نافعه لي وصالحه لي، وانت كتشوف فيها الصلاحيه كبيره ولكن الله سبحانه وتعالى لا كيعرفها، ان هذيك المصلحه اللي انت كتفكر فيها في نهايه المطاف غتؤدي بك الى الجحيم. لذلك منعك، تمنعك بأي كيفية، يعني بأي طريقة، شحال من واحد يكون غادي غير في الطريق وكتعرض له شي مشاكل شي أحداث اللي ما يكونش منتظرها وكيتوقف له الجهود ديالو والطموحات ديالو وما تيوصلش لذاك الهدف اللي هو باغيه. أنا كيوقع المشكل ديال الصراع النفسي، طبعا حنا ما حنا الا بشر، ربي راه عالى عارف بالاحوال ديالنا وحاس، كيعرف بان الانسان ضعيف مهما تقوى مهما تجبر فهو ضعيف تحت اراده الله سبحانه وتعالى، فانا ما يقدرش انه يتعدى السلطه الالهيه. لذلك هو الله سبحانه وتعالى هو رؤوف بعباده، يرحم العباد ديالو، كوننا البشر هو ضعيف يقدر يسقط في الذنب بسهولة يعني بطريقة سهلة، يقدر يخطأ، يقدر يعصي الخالق ديالو، يقدر يعني يعمل جرائم في نهار واحد بسبب الفكرة اللي طاحت عليه أنه بالنسبة لي هو صالحة ونافعة تعمل جميع المجهودات ديالو باش ينفذ القرار اللي في النفس ديالو، واللي هو ما عارفوش، ما عارفش النتيجة ديالها، ما فهمش بأن داك القرار ديالو داك التفكير ديالو غادي يوصلو لواحد المكان اللي ما غاديش يعجبو، وهذا هو الصراع اللي تيوقع مع حتى في الدعاوي ديالنا، ما نعرفوش يعني نعبروا ونطلبوا الله في الاشياء اللي هي معقوله. شحال من واحد يطلب انه يغنيه الله باش يدير الخير ويدير الاحسان في البشر، هذه مبدئيا في البدايه تقولوها هكا، بحال انا كنحسب الله انه غبي بحال البشر. لا بالعكس،
انا كنطلب من الله المساعده، ما تقولوش كيفاش غادي كيفاش غتوصل لهذه المساعده هذه، بل فقط انتظر خليه هو اللي غادي يرشدك. وان كنت غادي في واحد الطريق راه هو غادي يهوج لك ديك الطريق وغادي يردك لطريق اخرى اللي هي اللي غتوصلك لواحد نتيجة مرضية مع الله، ماشي معك انت. الله ماشي كيرضي جميع البشر، لان البشر شنو كي هو اناني، كيبغي الخير لنفسه اكثر ما كيبغي الخير للناس. شحال واحد تيتمنى انه يموت شي حد باش ياخذ بلاصتو، هذه ما غيبغيهاش الله. في الوقت اللي كتطلب انت الله يا ربي تفك لي هذا المشكل هذا، يعني بالنسبه لك انت الا مثلا مات شي واحد كتشوف فيه بان فيه المصلحه، لان الموت ديالو هي مصلحه بالنسبه لك انت، ما تيهمكش ان يعني الضرر اللي غتسبب فيه لهذا الانسان هذا. اللي كيهمك هو انك تخرج من المشكل ديالك ولو على حساب تعاسه الناس، كما كيقول المثل العربي، مصائب قوم عند قوم فوائد. مع الاسف الشديد هذه سنة الحياة، كاين ناس تيكونوا ضحية وكي ينقذوا عدد من البشر بسبب التعاسة اللي غيطيح فيها. الناس ما كيهمهمش هذا المشكل هذا، يعني ما تيهمه هو انه يفك المشكل ديالو باي طريقه صافي لا غير، ولا على حسب مصيبه جيك مع الغرض. والمهم هو انه يخرج من هذيك المشكله كما بغى. وهنا خصنا دائما نفكروا قبل ما نلتجئوا الى حل او قرار، فخصنا دائما نامنوا المشاكل ديالنا مع الله، معناه اننا نجعلوه وكيل لنا في الحياه، واننا نتشاوروا معه نطلبوا منه نصائح ارشادات، واش ممكن انني نمشي في الطريق اللي اخترت والصالحه ليا في المستقبل ولا لا. هذه طبعا اشياء يعلم بها غير الله سبحانه وتعالى. الله كينتظر منك دائما في اي دعاء تنتظر انك توجه له بايمان باخلاص بوفاء بثقه عاميه، رغم انه يعلم ما في الصدور، يعني الله يعلم بالغيب ويعرف الافكار ديال كل واحد والنوايا ديال كل واحد، ولكن مزيان تطلب، هذا تدل على انك تطيع الخالق في كل الاوامر وكتشاور معاه في كل امر بغيتي تقوم به. ولقفات العراقيل في هذاك المشكل اللي عندك، تعقدات لك الامور وما صبتيش الحلول، فيما كتوجه كتعرف بان الله بان هذيك اراده من الله ما باغيهاش توصل لهذيك الفكره اللي عندك انت، رغم انك انت كتلح وكتصارع مع نفسك وما كتقبلش ان كيفاش ما يمكنش انا ما وصلش لواحد الفكره، علاش فلان دار وعلاش فلان وصل وعلاش هنا، كتهرب من الواقع. لذلك ان الله سبحانه وتعالى ما غادي كما تيقول لا يصيبون الا ما كتب الله لنا. هذيك كمسلمين كنعرفوا حنا حتى شنو الله باغي للانسان، إرادة الله المكتوب هو مشتاق من الإرادة ديال الله، اللي في إرادة الله هو اللي غادي يكون، ماشي اللي في إرادتك أنت، ماشي تفك المشاكل بالطريقة اللي بغيتي أنت، بل كيف ما بغاها الله سبحانه وتعالى. علاش؟ لأن الله تيشوف بعيد على أن باش تفك واحد المشكل
خصك تجيب له واحد الحل مناسب له يكون 100% يعني صالح. ما يكونش ان تفك هذاك المشكل على حساب واحد انسان ضعيف منك انت مثلا، تحقر عليه تاخذ له رزقه وتعدى عليه وتحرمه منه من اشياء باش انت توصل للهدف ديالك. وانا الله ما غايبغيش هادشي. انا كنت داخليا تقول مع راسك لا حقا، وانا زعما ما يعني ما نبغيش انا نظلم شي حد، ولكن الله راه تيعرف الافكار والنوايا ديالك شو القصد اللي انت باغي توصل له. وعلى هذا الامر هذا اي حاجه تبغي تطلبها من وتبغيها لنفسك تحاول تشوف واش هذا الطلب ديالك هو موافق مع اراده الله ولا لا. واش كيوافق لاراده الله؟ الى تحقق عرف راه بانه فعلا موافق مع اراده الله، والا ما تحققش تعكست الامور عرف ان الله سبحانه وتعالى ما باغيكش توصل لديك الفكره، لان مصالحك لا انت لا شي حد. وهذا هذه هي الرساله اللي بغيت نوجهها. انا انسان يحاول انه في الوقت اللي يبغي يدير شي حاجه يشوف ديك الامور اللي غادي يقوم بها واش عندها نتائج وخيمه على الناس، على ناس اخرين. ما تحاولش انك تفك المشكل ديالك بمشاكل الناس اخرين. شحال مره كنغلطوا حتى في الطريقه ديال الدعوات، كنبغيو ندعو. طبعا الانسان اللي دعا معاك راه عرفوا، اللي دعا معاك بالخير عرفوا بانه راه محتاج بك او من اجل شي مصلحه. ففي الدعوات ديالنا ديما تنخدموا المصلحه الذاتيه. اولا كندعي مثلا تقول الله يزول هذا الوباء ديال الكوليرا مثلا على أمة سيدنا محمد، على المسلمين يعني. وفين مشاو الاخرين؟ ها هو نقولوا مثلا ربي حفظ الأمة الإسلامية من هذا الوباء ديال الكورونا. ايوا الناس الاخرين كيفاش؟ إذا غتبقى غيبقى العالم دائما مهدد. هنا على الحساب ما خصك تمشي بلاد النصارى وبلاد ديال اللي فيها اليهود واللي فيها البوذا واللي فيها يعني ديانات اخرى. غادي يعني هنا بعد النوبات تنغلطوا حتى في الدعاء. كيفاش؟ شحال واحد يقول يعني الله يرحم المسلمين والمسلمات. لكن الله سبحانه وتعالى راه ديال هو اله ديال العالم كامل. الله هو بحال اللي كتجعلوا بانه فقط هو اله ديال المسلمين لا غيره. وفين مشاو هذوك الناس الاخرين اللي النصارى اللي كنقولوا اليهود وسير وسير؟ راه نفس الاله اللي كتعبد انت كيعبدوه هو، غير هما تيعبدوه بطريقه مختلفه عن الطريقه ديالك انت على حسب الايمان ديالهم. والله ما تهموش الاسماء يعني كل واحد كيفاش كيسمي الخالق ديالو كيبغى، ولكني الا قلتي الله راه هو اسم ديال يعني هو اله ديال العالم بكامله. فملي تبغي تدعي دعي مع الناس جميعا. حيت الا قلتي عباد الله راه ماشي عباد الله فيها غير المسلمين، راه فيها كل كاع جميع الاجناس كلها داخله في هذا. احنا كلنا كنشعروا بنفسنا ان هنا عباد الله، وان كنا احنا مسلمين عاطينا الله الامتياز ديال اننا مسلمين يعني حلينا عينينا على الاسلام، فهو شفنا فيه النور. اننا الله نقدنا من واحد الظلام اللي كان عايش فيه جدودنا، وخلونا هاد الطريق اللي احنا دابا تابعينها. فاحنا كنتعتبروا بحال الله اختارنا باش نوصلوا للرساله ديالو. كيفاش غنوصلوا هذه الرساله ديال الله سبحانه وتعالى؟ ماشي بالهضره ولا بالكلام،
الحديث و... لا بالمعاملة، تتعامل مع النصارى ولا مع اليهود، مع الكفار إلا بغيت تقولها، مع اللي ما كيأمن حتى بشي حاجة، تتعامل معاه كيفاش؟ معاملة حسنة طيبة، توري له المعاملة ديالك مزيانة، هو غادي يآمن بالخالق ديالك، وهو غادي يعني غيثق فيك ثقة عمياء. انت كتسمى بأنك انت في حد ذاتك انت هو الرسالة ديال الله، انت راك رسالة. ملي كتخرج مثلا للخارج كالمهاجرين، ملي كيمشي من يخرج من الوطن ديالو وكيتوجه لواحد الأرض، ملي كيعيش فيها راه تيخصو يمثل الخالق بأحسن طريقة، أخلاق طيبة، تعامل مزيان مع الناس، مع كل شيء. وهنا الرسالة راه كتوصل. هنا مثلا في الخارج، هنايا في المهجر، لا داعي أن تكون يعني اسم ولا لقب مزيان ولا سمعة ولا شهرة، ما يهمش، المعاملة ديالك هي اللي كتوصل للرسالة. صافي، ما تبقى غير هضره وخرافات. حتى هما هادو هاد النصارى ولا المسيحيين، حتى هما عندهم ما يقولوا، حتى هما راه يقدروا يواجهوك يثبتوا لك بان الدين ديالهم هو افضل من ديانات العالم، كل شيء، يعني الناس كلهم تيقولوا بان الدين ديالنا هو افضل من الدين الاخر، شكون اللي غتسيق؟ اللي غتسيق هو داك الانسان اللي كتشوف فيه داك التعامل ديالو، داك التصرف ديالو مزيان، هذاك هو الدين الحقيقي. انت تشوف بان الانسان كيتعامل معاملة طيبة إنسانية بشرية، كتحس بالرحمة بالشفقة بالاحترام بالاطمئنان بالسلام، هنا فين كيبان الدين. انا غنمشي دابا شي قوم ما كيعرفك، لا حتى في اللغه ديالك ما كيفهموكش، اذا ما غاديش توصل للرساله الله. اذا انت كتعامل بواحد الطريقه وكتتكلم بطريقه اخرى، لا فائده في ذلك.